نبدأ بقى أخبارنا المحلية مع نادي الزمالك وبيفاضل محمود حمدي الونش بين قطر والإمارات لخوض البرنامج التأهيلي الخاص بيه بعد طبعا إجراءه جراحة ناجحة جدا الحمد لله في إنجلترا في الأوتار الخلفية وعودته مرة أخرى للقاهرة، حيث كده بينتظر اللاعب رأي الجهاز الطبي للفريق طبعا الأبيض برئاسة دكتور محمد أسامة عفوا. وعايز أقول لكم إن دكتور محمد أسامة اطلع على التقرير الطبي الخاص بالجراحة اللي خاض عليها الونش في إنجلترا، وحدد الجهاز الطبي للزمالك البرنامج التأهيلي اللي هينتظم عليه الونش خلال الفترة الحالية من أجل أكيد تجهيز طبعا دخوله في المرحلة الثانية من التأهيل على أمل أكيد العودة في أسرع وقت لصفوف الزمالك. يمكن الونش بعد شهرين هيتم كده تقييم حالته، موعد عودته إمتى يكون للملعب، والمفروض المحتمل كده يكون مدة غيابه حوالي 4 شهور. لسه مع اخبار نادي الزمالك، وبيخضع السنغالي ابراهيم انداي جناح الفريق لاختبار طبي قبل المشاركه في التدريبات الجماعيه للتاكيد اكيد من تعافيه من الاصابه اللي تعرض ليها وابعدته عن مباريات الزمالك الماضيه. بيعاني ابراهيم انداي من الاصابه بمزق في العضله الخلفيه، وقام اللاعب بالتاهيل من الاصابه في الفتره الماضيه علشان يقدر ان هو يكون جاهز للمباريات المقبله، طبعا هيحدد نتيجه الاختبار الطبي قدره كده ابراهيم انداي على المشاركه في التدريبات الجماعيه ولا لا، هل هيفضل مكمل مواصله التاهيلات ولا لا. في الحالتين اقترب انداي من الغياب من مواجهه الزمالك المقبله امام المصري، وبيستعد اكيد نادي الزمالك لمواجهه فريق المصري يوم 26 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالاسكندريه في اطار منافسات ربع نهائي كاس مصر. لسه مكملين معاكم مع اخبار نادي الزمالك، وقام كده البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق بعقد جلسه مع لاعب الفريق الجديد مصطفى شلبي، عمل معاه الجلسه دي في تدريبات الفريق خلال الساعات الماضيه، وكده منح فيريرا اللاعب بعض التعليمات الخاصه لتنفيذها. كمان عايز اقول لكم ان هو قام بالاطمئنان على سير البرنامج التدريبي الموضوع ليه اكيد علشان يقدر ان هو يستعد للفتره القادمه. فيريرا اكد على اللاعب ان هو عايز ان هو يكون مفاجاه الفريق لما يرجع يلعب مبارياته تاني بعد انتهاء فتره التوقف الحاليه.